السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مشروع الوحدة الثالثة الجزء الأول. أهداف الوحدة الثالثة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي HTML. أولا، تنسيق النص باستخدام وسوم HTML. ثانيا، تنسيق الصورة باستخدام وسوم HTML. تنسيق عرض ملف الفيديو باستخدام وسوم HTML. إنشاء ملفات أوراق الأنماط المتتالية CSS، واستخدام قواعد أوراق الأنماط المتتالية في تصميم النصوص والصور في موقع إلكتروني. طريقة ربط أوراق الأنماط المتتالية بصفحتك الإلكترونية. مراحل إنشاء موقع إلكتروني: سنستخدم من الأدوات محرر فيجوال ستوديو كود. مشروع الوحدة: خطط لإنشاء صفحتك الإلكترونية حول أحد المواضيع التالية: 1- حدث محلي في بلدك. 2- ظواهر إيجابية انتشرت في المجتمع المحيط بك، مثل دعم الأعمال الخيرية من خلال الجهات المعتمدة، أو الترابط الأسري والمجتمعي، أو احترام حقوق الآخرين والملكية الفكرية. 3- ظواهر سلبية انتشرت في المجتمع وكيفية الحد منها، مثل السموم أو العقلية أو التنمر أو التسول. ستحتوي الصفحة على ما يلي: صور عالية الجودة، وصف موجز للموضوع الذي اخترته، معلومات إضافية عن الموضوع. ثانياً، أنشئ مجلد باسم My Project. في هذا المجلد أنشئ مجلدين فرعيين، الأول باسم Pages والثاني باسم Images، والذي تضيف فيه جميع الصور التي تستخدمها في الصفحة. 4- افتح محرر Visual Studio Code، ثم افتح المجلد الذي أنشأته. أنشئ ملف HTML وأضف وسوم HTML المناسبة والفقرات إلى صفحتك. 5- قسم الصفحة الإلكترونية إلى عدة أجزاء. 6- طبق خصائص تنسيق CSS الأساسية لجعل الصفحة الإلكترونية أفضل. غير خلفية الموقع باستخدام لون مختلف لكل قسم في الصفحة الإلكترونية. 6- احفظ عملك. بعد حفظ العمل، قم بتسليمه للمعلم. لحل المشروع، سوف نقوم بتجزئة السؤال إلى 3 محاور حسب ما تعلمناه في هذه الوحدة. المحور الأول: فتح برنامج الفيجوال ستوديو وإنشاء ملفات الـ HTML وإضافة وسوم الـ HTML. المحور الثاني: طبق وسوم أو تنسيق الصفحة CSS لجعل الصفحة الإلكترونية أفضل. سنقوم لحل المحور الثاني بمراجعة درس تنسيق صفحات النمطية. والمحور الثالث: قسم الصفحة الإلكترونية إلى عدة أجزاء، وغير خلفية الموقع باستخدام لون مختلف لكل قسم في الصفحة الإلكترونية. لحل المحور الثالث سنراجع درس تصميم الموقع الإلكتروني. بإذن الله في هذا الدرس سوف نقوم بمراجعة إنشاء ملف الـ HTML وإضافة وسوم الـ HTML المناسبة. إذن تعلمنا في درس إنشاء الوسوم كيفية استخدام وسوم الـ HTML لتنسيق الصفحة الإلكترونية. تنسيق النص: توجد وسوم خاصة يمكن استخدامها لتنسيق مظهر النص على صفحتك الإلكترونية، وتتطلب كتابة النص الذي تريد تنسيقه بين الوسمين. وسوم تنسيق النص: من الوسوم التي تم دراستها في درس استخدام الوسوم الوسم B، وظيفته تغميق النص الموجود بين الوسمين Bold. مثال: إذا أضفنا هذا النص بين الوسم B يتم تغميق النص بهذا الشكل. أيضاً الـ I Italics يقوم بإمالة النص الموجود بين الوسمين. مثال: إذا أضفنا النص بين الوسمين I يتم إمالة النص بهذا الشكل. أيضاً من الوسوم التي تم دراستها الوسم U، يقوم بتسطير النص الموجود بين الوسمين underline. مثال: إذا تم إضافة النص بين الوسم U
يظهر بهذا الشكل، يظهر خط أسفل النص. أيضا الوسم small يقوم بتصغير النص الموجود بين الوسمين بحيث يكون أصغر من النص الافتراضي. مثال: النص يكون أصغر من النص الافتراضي إذا وضع بين الوسم small. هذا النص الافتراضي حجمه أصغر من النص الافتراضي. أيضا الوسم big يقوم بتكبير النص الموجود بين الوسمين أكبر من النص الافتراضي. مثال: عند وضع النص بين الوسم big يقوم بتكبير النص أكبر من النص الافتراضي. أيضا تعلمنا الوسم mark يقوم بتمييز النص الموجود بين الوسمين highlighted. مثال: إذا وضعنا النص بين الوسم mark يقوم بوضع هايلايت للنص الذي تم كتابته بين الوسمين. أيضا من الوسوم التي تعلمناها النص دل يقوم بوضع خط في منتصف النص مباشرة مثل المثال الظاهر أمامكم. أيضا الوسم ساب يعرض النص الموجود بين الوسمين بخط منخفض سبسكريبت، أي أنه يعرض النص الأسفل الأصلي بشكل مصغر. مثال: الرقمية ظهرت بشكل مصغر عند وضعها بين الوسم sub. أيضا الوسم sub يعرض النص الموجود بين الوسمين بخط مرتفع superscript، يعرض النص أعلى النص الأصلي بشكل مصغر. مثل هنا الرقمية وضعت أعلى النص بشكل مصغر عند وضعها في بين الوسمين superscript. أيضا هناك وسوم لتغيير حجم النص مثل font size، وتغيير نوع الخط مثل font face، وتغيير اللون مثل font color. مثال على بعض الوسوم هنا ملف ال HTML عند وضع الوسم B يظهر النص بشكل أعرض بولد. أيضا عند وضع النص بين الوسمين I يتم عرض النص بطريقة مائلة مثل هذا الشكل. هنا تم عرضه بولد عريض، وهنا مائل. للتطبيق أولا نقوم بتحميل برنامج الفيجوال ستوديو موجود في الكتاب الإلكتروني. نقوم باختيار نوع الجهاز مثلا ويندوز، يتم تحميله مباشرة إلى الجهاز. بعد تحميل البرنامج نقوم بإنشاء مجلد في جهاز الكمبيوتر. هنا مثلا تم إنشاء مجلد باسم HTML. نقوم بفتح البرنامج من إبدأ Visual Studio Code. بعد ذلك نقوم بفتح المجلد الذي تم إنشاؤه من Open Flutter. تم إنشاؤه في سطح المكتب باسم HTML، نقوم بSelect Flutter. الآن يتم فتح المجلد. بعد ذلك نقوم بإنشاء صفحة ال HTML. لإنشاء الصفحة نقوم بكتابة اسم الصفحة، بعد ذلك دوت امتداد ال HTML. بعد ذلك نقوم بكتابة النص وحفظ الملف File Save. بعد ذلك نقوم بفتح الملف لتظهر لنا التنسيقات التي تم كتابتها. المبالغة في إضافة التنسيقات على النصوص في صفحتك الإلكترونية تؤدي إلى نتيجة عكسية تجعل الصفحة تظهر بشكل غير جيد. مثال آخر: استخدام وسمي مرتفع superscript ومنخفض subscript لكتابة
الاكس تربيع او الاكس اس 3. اذا لكتابتها نقوم بفتح الصفحة السابقة ونقوم بكتابة الوسوم ال HTML في قسم البودي. نقوم بكتابة النص X sub 3 2 عفوا بعد ذلك فايل سيف، نحفظ الملف لتظهر لنا النتيجة بهذا الشكل اكس اس 2 و اكس 3. مثال آخر هنا لي باستخدام الفونت سايز أو حجم تغيير حجم النص. يقبل وسم من 1 إلى 9 حيث يمثل 1 القيمة الأصغر و 9 القيمة الأكبر. هنا أيضا الفونت فيس تغيير نوع الخط، هنا قمنا باختيار نوع الخط تهوما، والفونت كلر لتغيير لون النص بلو، أو فونت كلر نختار لون آخر. ممكن استخدام اسم اللون مباشرة أو كتابته بطريقة الهكسا ديسيمال لتظهر لنا النتيجة بهذا الشكل. بإمكانك الحصول على كود اللون من مصادر الأكواد، من موقع color code html. تظهر لنا الألوان باسم اللون وطريقة الهكساديسيمال، أو بالـ RGB يظهر لنا بهذه الطريقة. مثال آخر، استخدام وسمي big وsmall لتكبير النص أو تصغير النص. يتم كتابة الوسم small، بعد ذلك النص المراد تصغيره، بعد ذلك إغلاق الوسم small، وكتابة الوسم big والنص المراد تكبيره وإغلاق الوسم big في نفس صفحة ال HTML. ايضا مثال اخر، استخدام وسمي دل و مارك. نقوم بكتابة النص مارك لإضافة الهايلايت، ودل لإضافة خط في منتصف النص في نفس صفحة ال HTML لتظهر النتيجة بهذا الشكل. سؤال: كيف يمكن إضافة حدود للصور في المتصفح؟ لتنسيق الصورة نستخدم وسوم تنسيق الصور الصفحة الإلكترونية الخاصة بك. مثلا حدود الصورة نستخدم خاصية البوردر مع إعطائها قيمة مناسبة في وسم الـ IMG. مثلا هنا لإضافة صورة نقوم بإضافة وسم الـ IMG، بعد ذلك Source مصدر الصورة، بعد ذلك العرض والطول. هنا نقوم بإضافة البوردر أي حدود الصورة، بعد ذلك إضافة قيمة معينة، هنا مثلا 6، عرض البوردر أو الحد 6. لتظهر الصورة في المتصفح يجب إضافتها في نفس المجلد الموجود به ملف الـ HTML. لتظهر لنا بهذا الشكل. هنا البوردر قيمته 6، عرض الحد 6. أيضا لتنسيق الصور نستخدم خاصية البديل Alt. خاصية البديل Alt مهمة، يمكن إضافتها في وسم الصورة لوصف الصور بالكلمات
عند تعذر تحميل الصورة في المتصفح. لإضافتها في نفس صفحة الـ HTML نقوم بإضافة الوسم Image، بعد ذلك الـ Source مصدر الصورة والعرض والطول، بعد ذلك Alt. هنا نضع اسم بديل للصورة مثلا هنا Scorefield، بعد ذلك حد الصورة. أيضا تعلمنا في درس وسوم الـ HTML تنسيق عرض ملف الفيديو، مثل خاصية التشغيل التلقائي الأوتو بلاي وخاصية الكتم الصوت الميوتد. عند إضافة خاصية تشغيل التلقائي لوسم الفيديو يبدأ تشغيل الفيديو تلقائيا، وعند إضافة خاصية كتم الصوت إلى وسم الفيديو يتم كتم الصوت عند تشغيل الفيديو. خاصية التشغيل التلقائي لا تعمل إلا إذا أضيفت لها خاصية كتم الصوت. أيضا لظهور ملف الفيديو في نفس المجلد في المتصفح، لابد من وضع ملف الفيديو في نفس المجلد الذي به ملف الـ HTML. إذن لعرض الفيديو نقوم بفتح ملف HTML، مثلا هنا video.html، ونقوم بكتابة البودي H2 لإضافة العنوان، بدل نقوم بإضافة اسم فيديو وتحديد مصدر الفيديو. قبل ذلك نقوم بتحديد العرض، والطول، بعد ذلك نضيف الخصائص الكنترولز والأوتو بلاي التشغيل التلقائي والميوتد. الآن تمت تنسيق خصائص الفيديو، بعد ذلك نقوم بإضافة مصدر الفيديو. نقوم بكتابة اسم الفيديو اللي تم إضافته في نفس المجلد، نوع الملف فيديو، والامتداد MP4. نقوم بإضافة مصدر آخر للفيديو في حال لم يتم فتح الفيديو الأول. بعد ذلك نقوم بحفظ الملف File Save.
كما ذكرنا هنا الكنترول لعرض التحكم، والأوتو بلاي لتشغيل المقطع تلقائيا، والميوتد لكتم الصوت. كنترول يوضح أزرار التحكم، والأوتو بلاي يبدأ تشغيل الفيديو تلقائيا، والميوتد يكتم صوت مقطع الفيديو. تظهر النتيجة بهذا الشكل. عندما فتح ملف ال HTML تلقائيا يتم كتم الصوت. نشاط: اختر الإجابة الصحيحة. أولا، لإضافة حدود حول صور الصفحة الإلكترونية نستخدم خاصية ألف بوردر باء الهاي أو سورس. اثنين، لعرض نص بديل يصف الصورة بالكلمات إذا تعذر تحميلها في المتصفح نستخدم خاصية ألف البوردر باء ألت جيم إيمج. ثلاثة، لإضافة خاصية تشغيل التلقائي إلى اسم الفيديو نستخدم خاصية الميوتد أو أوتو بلاي أو جيم كنترولز. ممتاز، لإضافة حدود حول صورة الصفحة حول الصور في الصفحة الإلكترونية نستخدم خاصية البوردر. ممتاز، لعرض نص بديل يصف الصورة بالكلمات إذا تعذر تحميلها نستخدم خاصية الألت. ممتاز، لإضافة خاصية التشغيل التلقائي نستخدم خاصية الأوتو بلاي. إذن راجعنا عزيزي الطالب ما تعلمنا في هذا الدرس لمساعدتك لحل الجزء الأول من سؤال المشروع: تنسيق النصوص باستخدام وسوم ال HTML، وتنسيق الصور باستخدام وسوم ال HTML، وتنسيق عرض الفيديو باستخدام وسوم ال HTML. شكرا لكم على حسن المتابعة.